السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي اخواتي، إن شاء الله ألقاكم في تمام الصحة والعافية بإذن الله. جميعا شنا الاعتقال المفاجئ للأستاذ العظيم أستاذ محمد المديمي، رئيس جمعية حقوق الإنسان بمدينة مراكش، واللي كان هو أول واحد يرفع الدعوة يعني أو الشكاية ضد ديك العصابة حمزة مون بيبي. ومن بعد كانت واحد يعني مناوشات وكانت واحد الصراعات ما بين هذا الاستاذ وما بين عصابه ديال حمزه مومبيبي اللي كتراسها دنيا باطمه، واللي من الان ومن هذا المنبر يعني كنوجهوا يعني اصابع الاتهام الى هذه السيده اللي كانت وراء هذا القبض او الاعتقال ديال الاستاذ المديمي. وما لي اقول الا حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم يا عصابه الشياطين، لانكم ظلمتم واحد السيد اللي كان كيهضر الا على الحق وبان الحق ومازال غيب الحق، لانك عملتي جميع المحاولات، جميع المحاولات الشيطانيه وفرقتي ديك النقافات ديالك في الحسابات في اليوتيوب في مواقع التواصل الاجتماعي، ياما جبتي يعني امراء مزيفين لتكلموا على الحساب، ياما هضرتي يعني مع رجال سياسيين كبار من اجل الحد هذا السيد. كذلك شناك يعني قمتي يعني بدفع هذاك السيد هدهد، واللي قام بالدور ديالو انه رسل فتيات الليل من اجل ابتزازه من اجل اعطاء يعني الرشوه، ومن ثم يعني يوقعوا في واحد الفخ من اجل يعني وضعوا في واحد التهمه خطيره اللي هي الرشوه والابتزاز وما الى ذلك. وهاد ثم وصلتوا فعلا اخوتي تم الاعتقال لهذا السيد، تم الاعتقال لهذا السيد من طرف الشرطه القضائيه بمدينه مراكش. وهنا وضعوه مجموعه من يعني التساؤلات، مجموعه من الاسئله ومجموعه من الشكايات اللي موضوعه ضده، واللي تفاجئ فيها وما عرفش منين يبدا ومنين غيجاوب، لان هادشي كامل فهو يعني ملفق من اجل جز به داخل السجن بمدينه مراكش بمعيه ديك المتهمين ديال حساب حمزه مومبيبي. وهنا في غتكون الفرحه كبيره ديال ديك ابتسام باطنه والزغاريت هي وديك غلامور، على اساس ان هاد ميديمي يعني اللي تم القبض عليه في اطار يعني الابتزاز واهانه موظفين، هذه التهم اللي توضعت ضد هذا الاستاذ المدامي. وحنا كما كنشوفوا في اللايف يعني في الخرجات الاعلاميه، هذا السيد كنعرفوا الا عليه الا العدل والاحسان والخير، وانه كيتكلم بواحد الرزانه وكيتكلم بواحد يعني صراحه الا شناه السيد يعني ذاك النور اللي عطاه الله اللي كيتكلم الا بالخير وكيحاول ينصف يعني المظلومين والضحايا، ووعدهم بانه سوف ياخذوا الحق ديالهم. وحنا كنا كننتظروا ان تخرج المحكمه على اساس ان في هذا الشهر يعني في هذا الاسبوع القادم اللي غتكون الجلسه ديال هذيك الدنيا باطمه بمعيه مجموعه من المتهمين. ولكن الفرحه يعني لم تتم، لان يعني عكروا علينا ذاك الجو ديال هاد المحاكمه، وكنا يعني جميع المتتبعين وحتى اليوتيوبرز اللي كانوا ما كانوش كيظنوا ان هاد استاذ ميديمي غيتم القبض عليه، فكانت مفاجاه وصدمه كبيره، لان ما علي ما اقول الا حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل في هاد العصابه الشيطانيه مره اخرى اللي بهاد الافعال ديالهم راه الله غيجازيهم والله غيبين فيهم الحق. لان كما شفنا هذا السيناريو هذا المسلسل اللي كان طويل يعني مده، وحنا كننتظروا باش المحكمه تنظر في هذه القضيه وتم جز يعني هذيك دنيا باطنه في يعني السجن بمعيه الاخت ديالها وهذاك غلامور والاخرون اللي نصفهم باقي ما تحكمش عليهم. ف كنشوفوا هاد المفاجاه وهاد الصدمه اللي تصدمنا حنا جميعا، وحتى الشعب المغربي اخوتي تصدم. وفي هذا المنبر كنقول لكم يعني كلنا استاذ ميديمي، كلنا استاذ ميديمي اللي بغيناه يكون قدوه، يعني يكون واحد النموذج ديال
الى شنا خوتي فينا حقوق الانسان؟ فينا هي الحقوق الانسان؟ السيد يعني كيدافع في واحد القضيه فليله وضحاها يتم القبض عليه والاعتقال مواجهته بمجموعه من الاسئله يعني وشكايات، ربما ديك الشكايات اللي كانوا غنلفقوها، ديك الشكايات اللي بغاو يوصلوه للسجن، ولكن المغزى من هادشي كامل هو الضغط عليه باش يتنازل على هذيك القضيه اللي رفعها ضد العصابه حمزه مونبيبي، وبالتالي يعني ديك دنيا تحاول يعني تحصل على البراءه، تحصل على البراءه من هذا الحساب، ومن وبالتالي يعني طي ملف حساب حمزه مونبيبي. هادشي هو الواقع اخوتي، هذه هي المغزى من هذا الاعتقال. يعني هو ربما غيتمش الحكم عليه، وانما سوف يتم تنازل على هذه القضيه، لانه هو ده الحل الوحيد واللي كينتظروا هاد العصابه حمزه مونبيبي، واللي كيبينوا انهم هما بعاد على هاد الاعتقال ديال الميديمي. ولكن الحقيقه هي هذه اخوتي، لان دنيا باطمه اللي ظهرت مؤخرا في واحد اللايف وقالت ان هذاك السيد اللي رفع على عيسى على الحساب حمزه مونبيبي يعني الدعوه او القضيه واللي بغاني نوصل انا للسجن، هو ان شاء الله هو اللي غيدخل للسجن. وهذا الشيء اللي حصل طبعا بعد ما قامت مجموعه من المحاولات الفاشله، والمحاوله الاخيره اللي هي رفع الشكايات من طرف مجموعه من الناس لا علاقه لهم بهذا الموضوع، لان ربما هذاك الاستاذ ميديمي كانت واحد يعني واحد الخصام بسيط مع شي موظف، وبالتالي يعني لفقوا لي ديك التهمه وتم التصوير ديالهم انه كان هضر بواحد العصبيه ويعني السب والشتم، وهذا هو الدليل على الاساس ان هذا محمد ميديمي تم وضع الشكايه ضده من طرف واحد الخبر اللي سمعناه هذه يومين من طرف واحد الخليجي المسمى جمال اللي خرج بهذا اللايف، قال بان هذاك محمد المديني سوف يتم القبض عليه. وهذا الخليجي فهو محسوب على عصابه حمزه مونبيبي ومدفوع من طرف هذه الدنيا باطمه والزوج ديالها، واللي بالمناسبه الزوج اللي عانى كثير كثير، وربما كان غيؤدي هذا الشيء كامل الى الطلاق مع دنيا باطمه، وهذا الشيء اللي خلاه يقوم بهذه المحاوله الاخيره ديال هاد يعني ارسال مجموعه من يعني النقافات باش يحاولوا يرفعوا تهمه ضد استاذ الميديمي، اللي صراحه يعني حاولوا يقاوموه ولكن ما صوروا منه حتى شي حاجه. وهذا الشيء اللي كنشوفوا يعني ديك السيد يعني الصرامه والدفاع عن حقوق الانسان بجميع يعني في جميع المجالات، رغم كل هذا خوتي فهذا الشيء كامل ما كيخوفناش، فهو كيزيدنا الا شجاعه واصرارا من اجل الدفاع على الحقوق وانصاف جميع الضحايا اللي عانوا خوتي كثير كثير من هذا الحساب ديال حمزه مونبيبي. وان شاء الله غنبقاو واقفين حتى ينعم هذا السيد ميديمي بالحريه التامه ويعرف البراءة ديالو، ونعرفوا الحقيقة وراء شكون اللي قام برفع هاد الشكايات الهائلة اللي تفاجئنا بها. يعني أكثر من 30 شكاية ضد أستاذ ميديمي. شنو هي هاد الشكاية خوتي؟ أنا لحد الآن باقي مفاجئ بهاد المجموعة أو لهاد الكم الهائل ديال هاد الشكايات، اللي شكايات باطلة خوتي باطلة، ومن بين هاد الشكايات يعني من وزارة الداخلية. يعني هادشي كامل هو اللي خلاني نتكلم ونتكلم من على هذا الموضوع، وهاد المفاجأة اللي تفاجئنا بها وتصدمنا باعتقال ديال هاد الأستاذ الميديمي. إن شاء الله خوتي غيبان الحق، يعني ورفعوا يدنا للسماء والدعاء من أجل هاد الأستاذ اللي ما عرفنا عليه إلا الخير والإحسان،
وان شاء الله اخوتي نلقاكم في تمام الصحه والعافيه. وما تنساوش تعملوا لايك باش يبان يعني لجميع المتابعين والمشاهدين وحتى الناس اللي ما مشاركينش يشاركوا اخوتي. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.